بعد أيام قليلة من قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة، يعتزم البنك المركزي المصري الإفصاح عن حجم أرصدته من العملات والذهب، حيث يغطي الاحتياطي النقد الأجنبي نحو 8.5 أشهر من الواردات السلعية إلى البلاد. الاحتياط النقدي يؤكد أن السياسة المتبعة في مصر هي سياسة تتمتع بمصداقية لدى مؤشرات والمؤسسات العالمية. المؤسسات العالمية لديها مؤشرات بتخضع لإحداثيات وأرقام وأيضا إلى معلومات. إذا كانت هذه المؤسسات تعطي بشكل إيجابي المؤشر الإيجابي للاقتصاد المصري، فهذا يؤكد أن مصر هي جاذبة لرؤوس الأموال. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8.5 أشهر من الواردات السلعية إلى مصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية إلى البلاد. وتستغل مصر الاحتياطي من النقد الأجنبي في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، فضلا عن مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتساهم تحويلات المصريين في الخارج واستقرار عائدات قناة السويس في دعم الاحتياطي النقد في بعض الشهور. للنشرة الاقتصادية محمد عبد الحكم، القاهرة.